السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواتي وحبايبي في الله. معكم حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة، والوصفة دي إزاي اللي احنا نعمل مبيد، يعني من مواد طبيعية كده هوت موجودة في كل بيت، اللي احنا نتخلص من أي حشرات، يعني الحشرات اللي بتطير كده هوت، يعني أي حاجة، يعني سواء الناموس أو أي حشرة تانية عندك، فطبعا المبيد ده هوت هيخلصك منها على طول. لا يلا بينا نبدأ الفيديو كده يا حبايبي على بركة الله، ونشوف معانا هنحتاج ليه النهاردة. بس في الأول فضلا وليس أمرا حبيبتي، لو أول مرة تتابعيني يا ريت كده تدعميني باللايك والشير والشير في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد أنا بقدمه في القناة أول بأول. لا ويلا بينا نبدأ كده على بركة الله ونشوف معانا هنحتاج ليه. هنا هوت معايا كوبايتين مية حطهم في الحلة، الكوباية دي كده، وحط فيهم شوية كده من قشر الليمون. اهوت قشر الليمون ده كنت حاطاه في الفريزر، طلعتهم، وبعد كده اهوت هبدأ ايه اللي انا اضربهم في الخلاط. بس طبعا ما تضربهمش كده ايه على طول، يعني ممكن تقطعي الليمون قطع صغيرة او تدي للليمون مثلا ايه سلقة كده بسيطة. بس انا يعني القشر انا مش عايزاه، هو هينضرب في الخلاط بس عشان ينزل اللي فيه بس مع المية، بس انا مش عايزة اكتر من كده. فانا ممكن اللي انا اقطعه كده بس ايه لقطع ايه صغيره، اجيب سكينه وهنقطع. نحتاج معايا خل خام ومعايا بريل. لا دي كده المكونات معايا بس. انا دلوقتي انا بقطع الليمون بس كده اهوت. عشان ايه نضرب بس معايا في الخلاطه ايه على طول. لا الليمون انا بحطه ليه؟ علشان بس ايه ريحة الخل الخام بتبقى قوية جدا، فعشان يعني يضيع لي الريحة شوية. بس كده اهو تجيب بقى الشفشق. طبعا زي احنا ما شفنا هو الليمون انا كنت مطلعه من الفريزر على طول، وحطيت عليه كوبايتين الميه وقطعته ايه بالسكينه معاكم. وابدا بقى ايه دلوقتي اللي انا احطه كده اضربه في الخلاط، واجيب بقى مسطره ايه ضيقه عشان اصفي فيها، عشان طبعا لما استخدم البخاخه بعد كده اهوت الطفل بتاع قشر الليمون ما يعذبنيش. دي كده مصفى او شاشه، انا دي كده شاشه معايا انا اللي عاملاها كده اهوت ايه عشان اصفي فيها اي حاجه. هضرب بقى المكونات ديت كده في الخلاط لحد ما انعمها كويس، وهنرجع تاني عشان ما اطولش عليكم، تابعوني. يعني دلوقتي حبايبي انا كده ضربت القشر الليمون كده اهوت مع الميه في الخلاط كويس. هبدا بقى ايه دلوقتي اللي انا اصفيه في نفس الحله دي حتى كده. اجيب بس ايه معلقه عشان انزل بيها. عشان اتخلص بقى ايه من القشر كده ايه كويس. عشان انا عايزه ايه ميه بس. ايه
كده خلاص انا كده خدت كل اللي ايه، كل اللي في القش. شيل بقى الشفشق ده كده. عايزه اقرب لكم الكاميرا بس كده عشان تشوفوا معايا، تشوفوا شكله اهو، شايفين شكله بقى عامل ازاي. يلا نثبت التليفون ونكمل. لا دلوقتي حبايبي بعد ما وريت لكم شكله، هبدا بقى ايه دلوقتي. دي كده ميه، الازازه ديت فيها ميه، مش هو الخل والخل والميه نفس اللون. كده انا خدت ايه كوبايه كده ايه كمان، هبدا ان انا اشيلها. يبقى كده ايه تلات كوبايات ايه ميه، ممكن احط ايه نص كمان، يبقى تلات كوبايات ونص عشان قشر الليمون اكيد ايه شرب من الميه اعوض. بس كده دلوقتي هاخد عليهم كوبايه من الخل الخام. ما خل الخام ده قوي ايه جدا، فهيقدرك على اي حشرات على طول. لا هاخد ايه ملو كوبايه بس. حتى بقى هاخد الازازه ديت، انا بجيبه من عند بتاع المنظفات بالريتل، يعني باخد منه وبخليه عندي بستخدمه في اي وصفه منظفات. يبقى كده انا عملت كده اهوت ايه خلاص المبيد خلص معايا، فاضل حاجه واحده بس. هاخد عليه يعني ملو كده معلقه كبيره من الصابون السائل. بس كده هقلبه كده اهوت ايه مع بعض، ويبقى كده خلص معايا. المبيد ده اهوت قوي جدا جدا، يعني اي حشرات بتطير عندك يقدرك عليها، الدبان ناموس اي حاجه، فحلو جدا. كده بعد انا ما قلبته بيبقى معايا بنفس اللون ده كده. طبعا الليمون اللي انا استخدمته اضل على ريحه الخل خالص، يعني ترش منه ملوش ريحه. هجيب بقى ام عشان ابدا ان انا اقصد. عشان احط في البخاخه شايفين بقى لما صفيت الليمون بالشاشه اللي هي الضيقه، فكده ينزل بقى ايه من البخاخه معاكي بكل سهوله. عشان كده قلت لكم تصفوا قشر الليمون كده بالبخاخ. هبدا انا الكميه اللي فاضله معايا ديت اشوف ازازه عشان اعبيها فيها، وهنرجع تاني. طب اجيب الازازه بس. جبت الازازه كده اهوت، هبدا بقى انا اعبي فيها اي ازازه. دي ازازه كنت حاطه فيها المبيد قبل كده، لان هو كل ما بيخلص بعمل فيه.
يبقى كده يا حبايبي انا قابلت معاكم اقوى مبيد يخلصك من اي حشرات بتطير، فيعني مبيد قوي جدا. احنا كمان احنا عارفين ان الخل الخام بيبقى قوي جدا، يعني مجرد اللي انت هترشي منه هيقضي لك على اي حشرات بتطير على طول. لا وبس كده، عشان كده انا حبيت كمان ان انا اخففه بميه. لو انت هتستخدمي الخل اللي هو بره يعني، فمش هتخففيه بميه، هتستخدميه زي ما هو بس كده. ولو عايزه اللي انت تقدر على الريحه بتاعته، يبقى ممكن بس كوبايه ميه تضربيها مع قشر ليمون وتحطيها على ازازه الخل ولا حاجه، ومعلقه البريل وتستخدميها. فبس كده يعني، ما كتريش ميه بس كده اهوت. يبقى انا كده ده كده كان الفيديو معايا النهارده، فيديو سهل وبسيط للقضاء على اي حشرات بتطير عندك. واتمنى ان انتوا يعني اللي لسه متابعاني كده ايه حبايبي، لو عجبها الفيديو فضلا وليس امرا تدعمني كده اهوت باللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا كان معكم حنان الوراقي، ملكة المنظفات والتوفير، ودي كده وصفة موفرة جدا للقضاء على أي حشرات عندك بتطير. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتظرة أعرف رأيكم كده في التعليقات، لأن رأيكم يهمني جدا جدا. نعم.